دكتور جميل، من يريد أن يتبرع الآن اللي يشاهدنا اللي يسمعنا اللي يعرف أنه في أطفال يتألمون، في أطفال دون سن 15 بحاجة إلى رعاية، كيف يتبرع؟ إيش أرقام الحسابات أو كيف يصل إلى حساباتكم؟ أرقام الحسابات إن شاء الله تعالى ستظهر في هذه الحلقة كبوستر واضح في تويتر أو مواقع التواصل الاجتماعي. موجودة إيش اسم كل المواقع الجمعية عليها. إيش اسم إيش يلقاها إيش الاسم؟ جمعية فلذات إذا بالعربي، نعم، أو آت فلذات، ستظهر لك كل الإعلانات التي يعني توجد فيها. وأيضا الأسهل المتجر الإلكتروني، لدينا متجر إلكتروني واضح جدا، فلذات.org www.فلذات.org. حلو، لو تم الدخول عليه كل برامجنا موجودة وبالحالة، وتستطيع تتبرع بأقل القليل وأكثر الكثير كما نعم. تريد. نعم. الحمد لله، يعني هذه أشياء يعني التقنية سهلتها علينا. نعم، ونحن نسأل الله لكم التيسير دكتور جميل. نعم.